التونسي ما عادش يحس بامان في بلاده. أنقولها لك بصراحه، انا نحكي لك انا كتونسيه في وسط الشارع التونسي ما عادش نحس بامان كما نحسه انا قبل. في عهد بن علينا نحس بالامان كنت. قيس سعيد هو قايم بواجبه على احسن ما يرام. والله قيس سعيد هو قايم بواجبه على احسن ما يرام. باهي. وهو لازم يسمع للشعب، للشباب التونسي. لازم يسمع، يسمع ارائهم، يهبط لهم. نتذكرك الهبطه اللي هبطها ما نعرفش يمكن قبل رمضان ولا وقتاش، معناها الشعب فرح. لازم يهبط للشعب. تعيش برشا في الامارات. كيفاش قلت لي الاماراتيه ماخذين فكره؟ الامارات راهو ايش نقول لك، معناها ماخذين فكره قبل على تونس باهيه، توا ولاو يخافوا، عندهم هك الرعب هك الخوف، خاطر مازال الوضع متوتر عندنا شويه في تونس، فهمتني؟ مازال الوضع متوتر، ما تفهم شيء، معناها ما نعرفش، ناقص امن، ممكن ناقص امن في البلاد، ممكن ما نعرفش. انا واحده من الناس بصراحه وليت حتى كي نهبط للشارع نبدا خايفه. لا بالعكس، لا بالعكس، انا ديما ندافع على بلادي، والتوانسه كلنا غادي كندافعوا على بلادنا الكلنا. فهمتني؟ اما انا نحكي لك انا كتونسيه في وسط الشارع التونسي ما عادش نحس بامان كما نحسه انا قبل. وقتاش حسيت بالامان؟ بصراحة قبل في عهد بن علينا نحس بالأمان كنت. أنقولها لك بصراحة من غير مجاملة، كان فما كرافل مثلا كان فما أمان، ما كانش فما خوف. وميم طون زاد قيس سعيد ماهوش خايب، نحكي لك فما حاجة غالطة في البلاد، فما حاجة غالطة في البلاد. فهمتني؟ تونسي ما عادش يحس بأمان في بلاده. أنقولها لك بصراحة بالحق راني نحكي. المشكلة وين تتمثل؟ معناتها المشكلة في الوضع السياسي، في العبيد في حد ذاتهم؟ أنا شخصيا الوضع السياسي مازلت ما فهمت منه شيء، صدقني مش فاهمة منه شيء الوضع السياسي. نقول لك باقي توا الوضع تحسن شوية، راهو هو كسياحة كوضع سياحي تحسن شوية، أما كاقتصادي أنا واحدة من الناس جيت نسمع فيه هجومات على الغلاف البلاد وعلى الاقتصاد واللي نحكي لك امان. انا واحده من الناس ما نحسش بامان، وليت في بلادي ورسختي ما عادش نحس بامان في بلادي والله. نبدا ماشيه في الشارع مرعوبه انا. فهمت لهالدرجه؟ اي لهالدرجه، هاو نحكيها لك لهالدرجه. والتونسي توا حتى كي نقعد مع فاميلتي ولا مع اصحابي، البلاد غلات، الاقتصاد زاد، السرقه، النهب، البلاكاجيت، درا شنو درا شنو. عيشه العيشه غادي ولا عيشه لهنا شنو تفضل؟ لا لا غادي، امن وامان غادي، امن وامان غاديكا. ورسختي غادي، امن وامان غادي بصراحه في الامارات. امن وامان، انا نوصل كرهبتي نخليها اربع ايام في الشارع محلوله حتى حد ما يمسها. لهنا امن وامان نحكي لك، ويحبونا غاديكا. وهما ما هما راهو ايش نقول لك، الشعب الاماراتي راهو ما عندهم حتى مشكله. راهو فما ناس قاعده تعطي في صوره على تونس، حتى في الريزو سوسيو صوره خايبه على تونس. فهمتني؟ تعطي في صوره خايبه على تونس، فما برشا. انا مثلا نحل توا فيديو، في نحل فيديو مثلا انا توا يقول لك احنا نورمال في رمضان نفطروا، ايش بيه خليهم الريستورانات محلوله وخليهم كذا. ما تجيش هذيك، ما تجيش صحيح ولا لا؟ علاش ما تجيش؟ ما تجيش. لكن الاكل اللي تحكي عليه ديجا موجود. اه معناها ما جاش من فراغ هكا ولا كان فما قبل على الاقل يستر. ما هذا علنا قاعد يقول فيه الشيء علنا. يقول لك انا نورمال عادي نفطر ايش بيه، ما فماش حتى مشكله، حتى كان حلوا الريستورانات وحلوا غاديك. احنا في الامارات بلاد مسكرين ريستورانات في رمضان ما يخدموش. فهمتني كيفاه؟ وربي يحفظ تونس. أمين. وربي يحمينا، ونتمناو القيس سعيد ينظر شويه، يزيد يتحاور مع الوزراء ما نعرفش، ينظر شويه للامن في تونس، يرجعوا الرافل. علاش ليه ما يرجعوش الرافل؟ علاش ما يرجعوش الرافل في تونس؟ فهمتني؟ انا توا كي نطلع في المترو نشوف العجائب والغرايب اختي، صدقني يضربوا في البنات على ريوسها. ما نحكي لكش، معناها نشوفي اشياء غريبه في الشارع التونسي. فهمتني؟ وربي يحفظنا وربي يسترنا، وتقعد تونس فوق كل شيء.